Jawara.fm.net. Nous sommes là où vous êtes. فما براكاج سيارة رمادية تلون من نوع كاس فاكات سيارة رمادية من نوع كاس فاكات فما ثلاثة شبان وفتاة غريبة ستوار براكاج وش يحكي لها يقولوا انهم من جوهرة فهم شوفوا شي لها فيش شوهرة مرسي انا نمشي في سهلول وراسي 3 تونس 159 7083 السيارة فيها وجه رياضي معروف اللي هو أمين شرميت. يا سي أمين مرحبا بكم. نزل عندي مباراة لازم نحط عليهم كل حاجتنا. مرحبا بك. ها؟ ما تقوليش بالتجربة. صعب وكاو تاسيت تلفزيون مليانة كما يقولوا المثل اللي يعرف يسوق في تونس يعرف يسوق في العالم الكل خاطر السياق في تونس صعيبة برشا وإن شاء الله ديما هكا تحبونا تو زعما برا تسوق كيما هكا وأنت في وأنت في تونس هكا لا عندك شانس عندك شانس هاي المرة حاجة أخرى وعلاه لهنا تجري معنا كي الناس الكل كان مش تلقى روحك ماكش تجري الحاجة باش تلقى روحك التالي وسياقتنا سبيسيال وانتم تعرفوا الشيء هذي وانتم الله وانت زي تنجل تعمل بركاز البرد ليه معناتها فان هون بليزانت احنا هذي سيتي اون ايميسيون اما نحكيو على السيقة كوميم مش اشو بوان تجري معناتها تجم تجري معناتها تقريبا في قداش تمشي في 110 120 خلينا نهبط لك الرادار معناها امبوسيبل نوصل البلاد ما نجيوش 110 ديجا سيركيلاسيون تا وقت الناس الكل ترجع مكمله الخدمه مروحين لديارهم دونك نتصورش انه 110 بالنسبه لي انا ما نوصلش للريسك هذايا ورغم اني معناها متعود الواحد متعود بالسياقه البرا دونك ترزن عليك حتى باش تجري برشا برشا هاني نقولك ساعة بس على أخبارك باش نحكيو على الاحتراف نحكيو على أمين الشرميتي الاكسبيريانس اللي انت عايشها اليوم تقريبا اكسبيريانس مهمة جو سيبا إذا كان الاكسبيريانس هذية بالنسبة لأمين الشرميتي ان ديبو ولا سي بون ولا مازال فما دي زامبيسيون أخرين لأمين الشرميتي لا بيان سور تعرف الكرة اللي ما تتوقفش على اوبجيكتيف بركة ديما الواحد ديما يطمح يعمل خير و توا عندي برشا ماشي برا ثم ديما كما تعرف الاكسبيريونس يكون فيها حاجات بوزيتيف حاجات نيجاتيف الحاجات البوزيتيف يحاول الواحد يستحفظ عليها والحاجات النيجاتيف يحاول انه يستعملها كحاجة باش تساعده انه يتحسن ويقدم لقدام بالنسبة نحنا كدومين كرة كما تعرف كل شيء وارد دونك الواحد يحاول انه ديما يكون حاضر وديما يحاول انه يحسن في الكونديسيون في سورتو لي بلان باش انه يمشي للتاب اللي بعد انا تقريبا كلمتك يعني اميكالمون عندي ايامات نسأل عليك نسأل على احوالك نسأل على اخبارك نسأل على لي فاكونس نتاعك هنا في تونس نسأل على العائلة وانا بالحق ان نعز برشا الوالده والوالد نتاعك لانه تقابلت انا وياهم في استفتاء احسن لاعب كره قدم في تقريبا 2007 وكانوا حاضرين في الريفيراندوم تاع جوهره وانت امين من الاشخاص اللي كيون روسو اون بون ادوكاسيون معناها يعني عندك تربيه من عند والدين الوالده معلمه يظهر لي معناتها تخدم في سلك التعليم وعندك اون ادوكاسيون تاع رجال تعليم معناها بالحق نوجه لهم تحيه الوالده والوالد وقداش هكا معناتها بالحق متربيين ومتخلقين وفيهم طيبه وفيهم اصاله هكا بالحق موجوده في كل عائلات تونسيه هذيك نتاعنا ورفت منهم الحاجه هذيا والا غيرتك شوره شويه والله خلينا نقول لك انا ديجا عندي ديما حاله مليانه صغير نقرا عند امي جيت مره في كلاس عند امي فعوض نشارك نقول لها ما نساتيه كما احنا صغار بكل قلت لها ما قلت لي يومي يهزك امك في الدار مش لها ولو حد نلتالي ما عناش تمييز في الدار ما عناش ممسي حتى وقت نقرا عندهم يزاد نفس الشيء يجرى على اخويا الصغير اخويا وقت اللي كان يقرا عنده ديما مشاكل يروح للباب ويقول له تو تحولني من عنده ما تخلينيش نشارك ما تعاملنيش معامله كما الناس الكل ديما هذيك شيء تربينا عليه معناها الواحد يحاول انه
ديما لافوالا سول سول زيفول ولي بيسيو تاعي يحاولوا انه ديما لك احنا تعلمنا كيكا من صغرنا الكبير ما نهزوش علينا في ما جاوبوش لي اخر كنا نحترم الناس ما تعطيوش الناس باش الناس ما تعطيوش علينا محبه كما قلت لك محبه الناس ما تنساش بالفلوس الواحد يحاول انه ديما يقدر الناس ويحترم الناس الحاجه اللي تعلمناها هذه اللي نحكيك عليه كيفاش برا انك بدي تكون حتى دومين سبور سين عادي تعيش سين عادي سي اميتي تكون بيه صحيح اميتي انتريسون الناس الكل مهتمة بيه الناس الكل تتبع فيه العالم الكل يعتبر لو برومي سبور سور بلون مونديال لكن الواحد شنو يحاول ديما بالخدمه نتاعو يعطي لامبريسيون الباهي خاطر ديما احنا نقول لك انه الجوارات ما مشي تكبر ديما ديما فما امبريسيون خايبه على الجوارات بالحق معناتها الا العباد اللي تعرفهم من قريب ولا عباد من الميديا اللي يعرفوهم ولا العائله ديما فما الامبريسيون انه الكوارجي مظروف في روحه دعوه او ما فماش علاش معناها سان بيرسوناج بوبليك الناس تحبوا نورمالمون كيما اي شخص يعني كيما اي ان بيرسوناج بوبليك احنا مازلنا في ضيف تامين شرمتي في كرهبته قال عنده ماتش ما فافوار كيفاش نجمو هكا نفكوا منه كلك مينوت نزيدو نحكيو معاه اختفناه على الطاير هو ماشي للفوتبول اكاديمي وانا بالحق من الاول تنبأت بالحكايه هذه هذاك علاش مشيت تحكي على جيك يسالوا فيك شنو هاي وينك قبل بولاني جاي باهي اللعبه باش تبدا نيجي يعني عمل لي روح برك ومارك لي بوت ويت العب تا كون بوان تلعب تا كون بوان تلي جي باهي شد جول اي شبيه البلبوني هاو قال لي نشد بلاصتك نلعب انا تا كون بوان كي جي انا شد جول امين توقعنا نلقاو عندك سياره افخم من هذه تاع امي والله تاع امي ما عندي سياره احكي لي احكي لي سياره سيارة أمي هذه هي مبارك الله فيها المتكرمة وعطتني باش نسوقها وعندي باني بها روحي في الفاكونس ما عندي سيارة عندي سيارة سيارة المدام أما ديما نبجلوها على رواحنا مال قالون أمين كورتوا فسر لي احنا هوني توا شنو باش تعمل أنت بالضبط شنو توا باش نمشي المباراة هذيا شنو هي أخبارها شنو هي حكايتها شنو توا أنا كما تعرف كما في العطلة الواحد ديما يحاول يبدل الجو لي زوكازيون هادو ما بيجيوش ديما سورتو انه كي نتلموا الناس الكل نحبوا نبدلوا جو هي الضحكه اكثر منها وشويه كبر واحد على الاقل البدن وانواع من جري عرقه صغيره باش شكون باش يجي يلعب والله نورمالمون لي فيتيرون تاع التوال كيما نقولوا احنا الاقران والناس اللي مازالت تتنطط تو يعني من القدام شكون باش يلعب والله تو انا نشوف ظهر هذه كانت فيصل غزبان نشوفوا فيها هسه نورمالمون حسب في بالي زباير باش يجي يلعب الحسومي وصرتو كان من فوزي لطفي اليوم طردنا من البلاد كي مشيت لالمانيا شفت فريمون شعرنا احنا كنقولو نعطيو ديما ليكزامبل كالالمون تقول الناس ستريكت الوقت ثانية بزاف غادي الناس عندهم الكورة سيميتي خدمه مش هكا ترينو تخرج غادي شرتو انه ما سماش كيما احنا ما سماش علاقات اجتماعيه كيما هنا ولا نهار كل تخرج ولا تمشي غادي تترينو دار هذاك علاش هما ديما كي تجي الفاكونس عندهم الفاكونس مقدسه دونك بالنسبه لنا احنا غالي الشامبيونه الوحيده في العام ما توقفش وتلقى جوار لين يتكلاط مع شي نجم يقدم بلوس ومن بعد حتى فرون مويتي حمل برا عندهم وقت معين تاع الفرهيد وقت الخدمه خدمه عندهم زاد باش نزيدو نحكموا على الواحد العوامل الكل برا تساعدك انك تنجح سورتو ما تلقاش البريسيون كنا في تونس سيرتو زاد العباد ما تغلطش الناس في رواحها برا تخدم خدمتك تروح لان الناس لما ممكن تشوت كورة على البار الناس اللي كبروا لك راسك برشا وتولي تعتبر روحك زي الفلوت اللي هو مازال قدامك الخدمة برشا 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 وراو ديما المشكلة انه البرا كي نخرجوا نلقاو برشا اللي الناس فايتتنا برشا برشا لازمك تخدم تعمل 200% باش تخلط عليه فهمت شنو تعلمت؟ من بين اللي عشتوا شو اللي نضاف في الرصيد كلاعب في العوالي
خلينا برشا حاجات ثم حتى نحكي لك امور خدمه في خدمه ثم شيء نترناوه لبرا ممكن اول مره كل يوم نتعلموا حاجه جديده ثم حاجات اكيد مشيت من دول الكل يضحكوا عليا مثلا ابسط الاشياء مثلا المشكلاسيون اللي لهنا وقت لينا في وقت الاطوال البيريود نتاعنا المشكلاسيون لازم لما يكون معك بريباراتور شي انترديو ويعاقبوك بمثال لو كان تمشي وحدك ودنيا كبيرة يعني بوبلي كبير اللي غادي المشكلاسيون سي اوبليغاتوار كل يوم في الانتريمون حتى الديكراساج بعد الماتش اللي الناس لها تتعمل نجريو جريتين ونمشيو نمزو الحاجة غادي المشكلاسيون بعد زاد الماتش يعني برشا حوايج دي زيكزرسيس لي تيست اللي نعملوهم في الديبي دو سيزون اللي نعملوهم دي تيست شيء ما نعرفوش قبل ما تربيناش عليه قبل وما ريناهوش قبل نلقاهم زاد هما في فورماسيون زاد ناس من الصغر بازي على الشيء هذاك يخدموا فيه احنا كي نمشيو نلقاو روحنا ديباسي ديجا ديباسي الناس اللي باش لازمنا نخدموا هما يعرفوا لي زيكزرسيس لازمك انت تعملوا 3x4x2+ من عندك باش توصل لنفس الريتم نتاعهم فهمت وما هي سهل انه الواحد يفرض روحه لبرا خاطر علاش راهو ديما التكنولوجي مطالب باش يعطي اكثر من ولد بلاد كنقولوا الاوروبيا جوست امين ليتوال اليوم انت خرجت من ليتوال عام 2007 في ليسور مع نتاع ليتوال بريزيدونس كانت في الوقت المعز دريس ليكيب كان فيها سيف غزال صابر بن فرج مش رميتي اسامي كبيره اخرين زاده معناتها من الجوارات اللي معاكم اليوم انت تغزل ليتوال عمتي كومنتير ما حبش اسال سؤال نقول لك كومنتير كبيره ديما تلقاها معاك تحب الناس ولا تكره تاريخ نجم الهلال الساحلي يحكي على نجم الهلال الساحلي الناس الكل قاعده تعطي الروبير نتاعها هي 2007 صحيح 2007 شفنا احلى اياماتنا انا كلاعب في كاريرة تاعي ما تصورش نعيش بيريود كما اللي عشتها في نجم الهلال الساحلي كتتويجات كفرحه كناس الكل بلاد الكل فرحانه يعني شيء كبير ما نصور حتى جمعية توصل تعمل شيء أحسن لاعب كرة قدم زاد حتى في الريفيرندوم على جوهر هيفيم الحمد لله يعني حاجة كبيرة بالنسبة للكلاعب في الكاريير يعني نتصور أنه كما قلت لك جمعية كبيرة ديما تقوى جمعية كبيرة صحيح تمر بفترة صعيبة كما تعرف توا سورتو السوغل بلان فينانسي أما إن شاء الله بإذن الله حاجة نتمناه ويتمناه الناس الكل الجمهور ما تعطش برشا برشا للتتويجات تحس عندهم قهرة عندهم هكا يستناو في رياكسيون باش تفرح الناس خاطر عندها مدة ما فرحتش دونك ان شاء الله الناس الكل تحط اليد في اليد ثم مباراة تنجم الساحلي ثم الناس اللي دعموا في الخفاء هذيك ان شاء الله تقعد ديما نساندوا نجم الساحلي الناس الكل تحط اليد في اليد وان شاء الله ثم كان الخير خاطر الهيئة اللي قاعدة تخدم قاعدة تعمل في مجهود فهمت شنو ناقصها حسب رايك اليوم؟ باش ترجع للسور نتاعها لطوال؟ والله مانيش فني ولا يعني كلاعب نشوف ثم برشا جوالات صغار حتى نعرفهم ثم برشا جوالات صغار اللي عندهم مستقبل كبير اما كما تعرف راهو ان شاء الله يوصلوا باش يعملوا التتويجات هذه خاطر القوم نتاعها يحس بها كان اللي هز التيتر. انتم معناتها دي زونسيان كومباتون في ليتوال باش تنجموا تعاونوهم في ليتوال احنا بالفرجه لا مش حكيت لا والله لا مش حكيت بالفرجه ما شنو مش باهي الواحد يظهر برشا في التصاور انا من هكا كان دو كاركتير ما نحبش نخرج كل يوم في التلفزه ولا في المواقف الصعبه الواحد يحاول انه يعاون بالكلمه الباهيه انت يظهر لي انت وقعت عليك باش تمشي معك نمشيو نصوروا معك فما براكاج سيارة رمادية تلون من نوع كاس فكاس سيارة رمادية تلون من نوع كاس فكاس ثلاثة شبان وفتاة غريبة سفار براكاج وشي رفيلة كل نوم من جوع شوفوا شي رفيلة شو نفسي On est de retour.
كنتوا على ستاسيون جوهر اف ام، مرحبا بكم معنا والناس اللي يسمعوا فينا الكل. ميرسي للناس اللي اختاروا شو يسمعونا على جوهر اف ام كيف اللي اختاروا شو يسمعونا على الانترنت سينون لي موبينود اللي تبعونا فيا ابليكاسيون اندرويد. دونك بحبانا امين سور ميتي حجنبكم شويه معناتها من الماتش وغدو تتفرجوا فيه على السيت اوفيسيال وعلى اليوتيوب وكل شيء باهي اللعبه. Tu t'emportes à fond, Amine. Je trouve que c'est un peu de temps. Je suis 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 un peu de temps. C'est sérieux, tu prends le match pour un vrai match? Oui, c'est un peu de vétéran. ايه بعد نقعدوا ديما نذكروا الماتش هذا شكون ربح وشكون ما ربحش. كما تو هاي عدى بزادات على التجربه يعني في الخليج على شنو مختلفه على التجربه في اوروبا باعتبار انه الناس اللي تمشي الخليج ديما يقول لك الكوارجي يتيح كروين ويصور برشا فلوس صحيح ولا لا؟ صحيح. انتي شنو عند كيفاش تحب تمشي غادي تخدم على روحك سيتو كان سي با فاسيل باش تمشي كما شفت قدام لي ستاتستيك تمشي من اتحاد جدة اكون في واحد الخليج نطر بارونتيز وتمشي للكيب في اوروبا اللي سبيت ماهوش في ماهيش شوبينات كبيرة كبيرة ياسر اما حكي برشا برشا جميع برشا بطولات اقل من برشا بطولات برشا ناس ستاسيون هي الناس الكل تمشي لها باش تحاول جمعيات اخرى خاصة انه هي موجودة في وسط اوروبا على الحدود تاع برشا بلدان دونك الكل موجود عليها وهذاك اللي خلى برشا جمعيات ديما حاضرين لي ريسبونسابل حاضرين باش يتفرجوا على الجوالات في البطولة السويسرية دونك نرجع الحديث في اتحاد جدة نيفو برشا قوي فرابور تاعنا احنا ديما ريفير تاعنا تونس اوكي فرابور تونس نيفو انا نحكي نحكي بين المانيا نحكي اوروبا والخليج ما نحكيو كره النيفو الناس تطوروا برشا سيرتو ناخذ فكره من دول ساهله كل شيء طلعوا هذه الحقيقه اخرى الناس تطورت برشا برشا قاعدين يجيبوا في دي زونترونور كبار كما انا ترينت عند معنا برشا اسامي غادي قد يرمز العرب مع منتخب الارجنتيني عنده فلسفه كبيره برشا عنده نظره يعني متطوره للكره العصريه اللي زرع شيء هذا في اللاعبين مش خلينا احنا ديجا يعني وصلنا لكاجات ممكن نقول احنا بطوله صغيره ما نوصلوش الفيناليست في الكونتازي شامبيونز ليغ دازي وهزينا تيتر ولعبنا زاد على البطوله حاجه هذه بالنسبه لنا تعتبر اكسبيرونس بها برشا حرمت منها برشا خدت من بعد تجربه في المانيا اللي سيو جاتني بليسيور ما كنتش نستعملها اللي رجعت يعني رجعت كومبيتيتيف خلتني نرجع للفورما نتاعي. ومن بعد الكومباك لاوروبا والله سيرتو برشا فيتي في تونس الناس كل قالت بوركوا با ما يرجعش لاوروبا ولازم دونك كانت بالنسبه خلتني ان نخدم اكثر من خمم مني باش نرجع ما كانتش سهله انا باش نرجع للجمعيه في اوروبا ترى لعبنا عملتها يعني اختاروني احسن هدف في الفريق وتوجهني للتيتر نتاع احسن لاعب في زوريخ العام هذاك جيت من السعوديه كما نقولوا سي با فاسيل كنت على روحي واللي يخدم من خدمه تجيب. اخر مره قلت لك ما كملناش بكري خاطر عملنا بريزور وعملنا تحيه للوالد والوالد في الراديو. قلت لك اخر مره وقت كلمتك نسال عليك وعلى اخبارك قلت لي عندي رونديفو نتاع خدمه ريم عندي ميتينغ. شنو الميتينغ هذا شنو وراه؟ تو جو سي سيغ خاطر انت قلت لي تو لا كونفيرمي معناتها سرحت لي في التليفون قلت لي عندي رونديفو مهم اللي هو رونديفو فيه كوره فيه خدمه. نحب نعرف شنو هو الرونديفو اللي زي اون ديريكت معناها سي كوا شنو هما لي بروجي فيتور شنو فما بعد سي زوريخ باش نلقاو ديستيناسيون اخرى فما روتور لتونس فما بالنسبه لي انا حبيت نمشي روتور لتونس ما عندي حتى فكره عليه الناس ما كانش يقول في الجرايد كنت صرحت في وسائل العالم قلت انه الشيء هذا ماهوش صحيح
عندي بروجي سبورتيف اللي نخمم له سوكو ستاسيون بعد سجيري. أما برشا جمعيات مثالي مانيش ما عنديش تمشت وكم كل حاجة كونكريت مثالية، لكن إن شاء الله بإذن الله ستكون عندي لابي في كتلة صغيرة اللي كانت عندي مشكلة مع الخمر كان مش مطاف في مدونه جانت عمر جديد اللي إن شاء الله بإذن الله تكون هذا هو كما مكتوح جديدة مكتباسيون جديدة فدال البريزيدون متشبث فينا برشا برشا في الفتوح لبعض التوصيلين مازال في العقد بتاعي سنة ونص نحاول نحكي مع روحي وكما تعرف روحي بداية روحي يخدم في طرق الخفايا وفي خير ربي قادر قبل ما نرجع نسالك على الجوال جوست حبيت نزيدك سؤال اخر على الاحتراف البرفورمانس نتاع الكوارجي التونسي كيفاش تقيسها معناتها سيغ لو بلان انترناسيونال مع دي بروفيسيونيل يجيو من بلدان اخرين خصوصا معاش من افريقيا من مصر من يعني من بلاد اخرين معناها تشوفوا سيغ سيغ ليشيل مونديال وين تبلاسيه بالضبط البرفورمانس التونسي مين خليني نقول لك احنا ما نستقلت كثير برشا برشا باش نكونوا صريحين مع انفسنا مع رائحين عام مع الناس الكل كنت توا الناس ولات تقدر تستخدم دور تبعو كومي فو دونك ما يجلو يحطو ينتجبو لاعب لما يكونوا سيورة 100% منه يتبعو في مدة طويلة احنا نشوف الافريكان يبداو من الصغرى تقام في دي سنتر الفورماسيون برا لي اوروبيان مبنيين على ديفاز صغار احنا ملي احنا صغار تربينا على حتى الحصحاص والتيران خايبين حتى في الشامبيون نتاعنا نشوف في شيء كل التيران ماهوش باهين باش تلعب باش توري الكاليتي نتاعك رغم ذلك نجمنا وصلنا دونك هما البرا يتعلموا عندهم لي كونديسيون تكون فافورابل باش الواحد يعطي البيوت يتقدم للقدام واحنا ديما الواحد هذيك هي احنا ديجا اللاعب يكون استقرار اذا ما تكونش عنده الفولونتي انه عنده دي زوبجيكتيف على القادر اللي يحب يعمل ويحب يوصل ويحب عنده عنده كما قلنا احنا جمعيات يحب يلعب فيهم هذيك هي الدنيا فولونتي ودي زوبجيكتيف دونك نحاولوا انه ديما نخدموا معنا حتى شيء بخلاف الخدمه سيكون تخرج برا معنا حتى شيء بخلاف الخدمه تخدمها تعطي كل ما عندك باش لنفسك انت لروحك انك تولي في ستاتيو اخرى خير من اللي انت فيها وحتى باش تعطي انفيسيون باهي للشامبيون تاع تونس ولا تونس باش تسهل لهم انهم زاده كيما عمل ياسين زاده في سويسرا كيما فتح الباب مشيت نلقى زاده شاكر نلقى انا عاتو من بعد نلقى دونك هذه تسهل توا زاده هم شوز في دراجي يعني كي واحد يعطي انفيسيون باهي يسهل للناس الاخرين وهذيك هي لا بيكون في مو. تو شفنا في اللاعبين المحترفين اللي برا اللي معناتها عندهم جمهور في الساحل فهم في تونس كاملة نلقاو الروتور بريسك جو سي با سي سي فينال ولا بريسك فينال تاع مرجمل قابلت بحرين لهنا تونس لهم بعد شوية نلقى شو اسمه كيف كيف سيف غزال ويظهر لي فما مشاريع بين سيف والإتوار ما نعرفش بتاتر هذا حسب ما سمعت ما صرحليش سيف فما حاجة مع كما قلت لك بالنسبة لي أنت نعرف أن الهيئة قد تستقطب يعني في ما نخبيوش عين شمس بغربة كما قلت إذا ثم حاجة نقوله الناس الكل بالعكس الناس الكل توا حتى ديري مور ثم في المنتشر الرياضي لكن الناس الكل فرحانة تقول لك طي باش يرجع الحال لا نكونوا واقعيين عندي عقد لمدة عام ونص المشكلة لي كونديسيون اللي قلبنا سجري في كونديسيون كبيرة برشا باش نخرج بالنسبة لي أنا نحترم الشيء هذايا بطوالي جماعي في كما شفت قبل فيها نجم الذي ساحي شفت فيها العز الكل ما ننساش الجميلة نتاعها فضلها الكبيرة فيا ما نجمش نأكدها ونعاود ما نجمش نلعب في تونس بخلاف نجم الذي ساحي إذا هذا لو جور جي حممت إني نرجع لتونس دونك كل ما ثم حتى شيء. إيوا ما حكيتليش على البروجي سبورتيف معناها دونك كيل كونتينون يتبسم مين؟ باش عطينا سكوب؟ قول لي خارج من المانيا ولا مش معناتها باش تغادر المانيا ولا مازلت باقي في المانيا؟ نحكي على الكونتينون معناها. مازلت قاعد في سويسرا كل ما كيما تعرف تو سباس فيت نجمو لان جور ان اوتر نجمو نحاولو بالنسبة لي انا
مادام حاجه ما يجيش في السلم ما نجمش نتكلم عليها. و ما فيش خير ربي قرب. باهي نخليك تكمل بارتي ترجع من بعد تقول سلام على العباد. باهي باهي عليكم ان شاء الله تكونوا مرتاحين معنا على خير. لا مش ترجع معنا كمل العباد. قال لكم ميرسي بوكو ليكم الناس اللي اختاروا ستاسيون تجاري. بحثي مدام نرجس اللي هي زوجة امين الشرميتي. شنو حالك نرجس؟ ديما تجي تتفرج في امين يلعبها؟ الحقيقة مش ديما ما توا ما عندي ما نعمل قلت تبا تجي نشوفك. قلت لي لو 18 انا شهر عملت عام زواج 18 ديسمبر. ما زلت توا كي احتفلتوا بالمغياج لي نوس دو كوتون. لي نوس دو كوتون ما زلت في كوتون في القطر. امين الرجل انديبوندامون من الكورة كيفاش تشوف؟ باهي صعيب حزار ناس ملاح صعيب مي ريزونابل صعيب كما اي رجل لازم يكون صعيب اما غزونا صعيب لي الفام تكون عندها ريلاسيون تاع المارياج كوار جي في التزامات والسفر لانستابيليتي كل مره من بلاد لبلاد من جمعيه لجمعيه من بلاصه لبلاصه صعيب برشا سي ان انجاجمون لازمك لازمك ديما تتادابت اي اي سيتواسيون تتحط فيها سواء باش تعيش ولا بليت تقدر تجيب جوغ لوندوما لازمك ديما تتادب في زونترينمون كمان فما وقت البيت فامي ها؟ اي فما اكيد فما بون تو لي فما فما بيان سور تبدا هو استنت في المغرب ما يكون أجور ماني عندي بيت فامي تدخل في الخط يعني العملي نتاع امين ولا يعني تخمم معاه تاخذ اون ديسيجن معاه ولا امين ياخذ قرارات وانت تتبعه بيان سور ما نبيش برشا يكون شريك تحيته ما نصحو الاكثر يعني نصحو ما نخوش اون ديسيجن في بلاصتو هو يعرف مصلحته اكثر من اي نصحو جو في دو ميو معناها باش خليه ياخذ لو بون شوا اليوم ماذا بيك ترجع لتونس مع امين ولا سوسة بوركوا با ما نزيدو شوية إن شاء الله بيان سور الاستقرار في سوسة سي سور قدرة ربي أما مازال بكري مازال بكري مازال تحب مازال تحب تقعد البارح أنت شكون ما يحبش أما أمين راه مازال بكري قدرة ربي استقرار نور إن شاء الله في سوسة شنو تقول أمين؟ نقول له بون كوراج اللي مزيان ديما معاك باهي وخايف ان شاء الله ميرسي بوكو يا نرجس ان شاء الله ربي يفرجكم لبعضكم ان شاء الله ربي يديم العشره والمحبه احنا برسك هكا نوصلوا للفان دي ميسيون تقريبا 8 غدا جين امين مازال في التيران يكور تحبوا يربح اليوم شفتوا قداش متحمس ويتغشش كما يربحش لي باس سبورتيف ما كنتش نتصور مو سبورتيف امين شرميتي الحقيقه ما يحبش الخساره ما يحبش حتى في ماتش نفسكوا حتى في طرف امين بحق اليوم اكتشفت حاجه في امين شرميتي لي باس سبورتيف ما يتيقش لي شيك بالكل مش سبورتيف اما مش نونشالون بيحب يربح Merci de l'escolier, c'est marrant, on est au bon à la station Jawhara FM, on travaille sur des émissions en ligne, à très bientôt, bye bye. Jawhara FM.net, nous sommes là où vous êtes.